السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، اللي شفتكم بمقطع جديد مقطع اسطوري. المهم يا جماعة الخير، والله يا شباب اسف على هذا الغيبة يا جماعة الطويلة. ملاحظة يا جماعة الخير، اليوم يا شباب راح نفاجئ اثنين من اعضاء كلاني اللي شابرين الجلوبال حاليا يا جماعة. في واحد هو الاول بالتوب جلوبال يا جماعة تبع رانكت في هذا السيزون، والثاني اظن 6 ولا 7. راح نفاجئهم يا جماعة وراح نسوي لهم شيء رهيب جدا بحساباتهم، فطلبت منهم يا جماعة الخير حساباتهم هم الاثنين وراح نشوف يا جماعة. وملاحظة يا شباب، والله يعني بكل صراحة ليش تأخرت؟ لأنه كان عندي مشاكل، وإن شاء الله كل يوم فيديو جديد. واللي يبغى يا جماعة يعرف مين المشاكل أو شو هي المشاكل، أرجوكم دعواتكم يا جماعة، لأنه للأسف ديروا المشوي. اوكي يا جماعه الخير، فان شاء الله يا جماعه الخير كل يوم فيديو جديد. اعطونا افكاركم بالتعليقات. وملاحظه، مسابقات راح تكون على الانستغرام، نبغى نوصل اياها بسرعه على 20,000، راح تلاقوه موجود يا جماعه الخير في صندوق الوصف. يلا بدون ما اطول عليكم يا جماعه الخير، خلينا نشوفكم كما تلاحظون. راح نروح للكلان تبعي يا جماعه بهذه الطريقه يا شباب. اوكي شيل هذه، نروح لقائمه الاعضاء. كما تلاحظون يا جماعه الخير راح ننزل فين شو اسمه هذا السام. اوكي، في اثنين اشخاص. الشخص الاول اللي هو يا جماعه الخير اسبيكا، هذا هو يا جماعه راح نسوي له فحص. وكما تلاحظون يا جماعه الخير، ثواني يا اخي شنو هذا اللاج؟ حساب عادي يا جماعه، وشوفوا ما يشحن نهائيا اخونا يا جماعه، ما يشحن الا لما يكون متجر غامض ولا شيء. فكما تلاحظون ليفل 71 يا جماعه، 12100 لايك. اللي يهمنا حاليا اللي هو في الجراند ماستر. الجراند ماستر يا جماعه عنده 14000 نقطة تبع السكور، بس ما داخل الجلوبال لأنه لازم يلعب طرح أو جيم واحد تبع السولو. والمشكلة الأكبر أنه حاليا الأشخاص الجراند ماستر، تخيل إني أدخل معاه تمر 8 دقائق 9 دقائق تبع هذا اللي تدور تبع الجيم يا جماعة، هذه تظل هون يا جماعة 8 دقائق وما يدخلوهم يا شباب لأنه في الجراند ماستر. والشخص الثاني اللي هو يا جماعة الخير نزار، أيضا من الكلان يا جماعة. فهذول من بداية الكلان هم موجودين معانا، وهذا السيزون وصل للجلوبال يا جماعه. فين نزار؟ هذا نزار يا جماعه راح نلاقيه 6 على ما اظن او 7 بالجلوبال. اوكي الاعلى توب 6 كما تلاحظون، عنده بس 13,858. اسبيكا عنده اكثر منه. خلينا يا جماعه الخير نروح ونشوف من الجلوبال مباشره. يا مدير فين الجلوبال؟ اوكي نروح للمنطقه او الجلوبال تبع العالم يا شباب. كما تلاحظون اول واحد عنده 1400، الثاني يا جماعه عنده بس 13000 عفوا يا جماعه، يعني الثاني عنده 13000 والاول عنده 14067. فاسبيكا يا جماعه عنده اكثر من هذا الاثنين يا جماعه، لانه لازم يكون هو التوب 1 حاليا. والله يا جماعه الخير مشكله. اما نزار فهو 7، ايوه 6 عفوا، هذا هو يا جماعه كما تلاحظون الستون كما تلاحظون يا جماعه. والله العظيم مشكلة، كان لازم اصور واسبيكا موجود في اعلى القائمة، بس والله العظيم مشكلة. يعني تخيل معي هذا الاي دي تبعه يا جماعة، وروح شوف وراح تلاقوه هو الاول، يعني بكل صراحة يا جماعة مشكل. اوكي شو هي المفاجأة؟ فادري انكم كلكم يا جماعة الخير عارفين المفاجأة. المفاجأة يا اصدقاء، بما انه وصلوا للجلوبال وهذه الاشياء، فراح اعطيهم لكل واحد منهم كود تبع سكين السجين يا جماعة. راح اشغل اياها بحساباتهم، هم لساتهم ما عارفين ولا شيء يا جماعة. طلبت منهم حساباتهم وبس، قلت لهم لا تدخلون، بس راح انهي يا جماعة، راح اتصل عليهم في الواتساب وراح اقول لهم يعني ادخل الحساب ونشوف ردة فعلهم يا جماعة. يا اخي 14000 ومو موجود بالتوب 1، يا حرام يا مدير. لا اظن توب 2 مو 1، يعني هو راح يكون الثاني حاليا مو الاول. فوالله العظيم مشكلة يا اصدقاء. اوكي يلا ما يهم، المهم هو حاليا عنده السكور تبع الثاني في الجلوبال، فهذا اللي يهم يا اصدقاء. اوكي يا جماعة بدون ما اطول عليكم، خلونا ننتقل لحساباتهم يا جماعة ونشوف يا اصدقاء. راح نجيب لهم كودات، مو كودات، راح نجيب لهم سكنات السجين. واللي يسألك وين تحط كودات تبع سكين السجين، حطيت يا جماعة الخير شوي مو كثير، بس 3 و4 بالستوريات، وفي احد البثوث كنت حطيت يا جماعة الخير 5 وظل معي حاليا 3. واحد يا جماعة راح احط اياه بالانستغرام بعد نهاية هذا الفيديو مباشرة يا جماعة. وايضا يا اصدقاء اثنين راح نحطيهم للاساطير تبع الكلان يا جماعة، بس هيك التحفيز يا اصدقاء وبس. يلا لايك يا اسطورة وخلينا نكمل المقطع. انو يا شباب كم تلاحظون يا جماعة الخير، هذا يا اصدقاء هو حساب نزار يا جماعة، السادس حاليا يا جماعة كما تلاحظون. راح ندخل يا جماعة، لسه ايضا ما عنده فاير باس، فراح ندخل يا جماعة الخير راح نجيب له سكين تبع السجين وراح نشوف يا جماعة، بس نجيب له اياه راح نتصل عليه على الواتساب وراح نشوف يا جماعة الخير كيف راح تكون ردة فعله. اوكي خليني اسوي هيك، نروح حاليا يا جماعة الخير فين شو اسمه هذه يا اخي
ايوه هون الاخبار موقع استبدال الكود هذا هو يا جماعه، نحط انتقال وراح نقوم يا جماعه خير بتشغيل شو اسمه هذا الكود. اوكي شباب الان يا جماعه خير راح نحط يا اصدقاء هون الكود يا جماعه، يا اخي اعطيني نحط اللاصق. اوكي يلا هذا هو الكود راح نحط يا جماعه خير تاكيد وخلينا نشوف. اوكي تهانينا تم استبدال الباقه السجين سوف يتم ارسالها في غضون يا جماعه خير 30 دقيقه. فالان يا جماعه الخير فين الزر؟ اوكي راح نضغط هون نروح يا جماعه الخير لا فري فاير. يلا خلينا نشوف يا اصدقاء اذا وصل الكود اذا وصل سكين السجين. اذا وصل يا جماعه الخير راح نروح وراح نتصل على نزار وراح نشوف يا جماعه الخير رده فعله. اوكي يا شباب يلا. تاكد تجيكي من الارقام يطلعوا من تحت. صافي. المهم سطير دخلنا يا جماعه الخير لحساب نزار حاليا يا شباب، خلينا نشوف البريد. اوكي وصل الحصول على مرحبا يا اسطوره. شوف يا جماعه اوكي والله حصلنا له يا اصدقاء على سكين السجين. راح نشيل هذا الثلاثه ونحط تزويد سريع يا اصدقاء بس لا البدله. او ماي جاد والله رهيبه يا اصدقاء، اقسم بالله يا جماعه شيء رهيب جدا يا جماعه. اوكي شباب الان يا اصدقاء بعد ما دخلنا لهذا شو اسمه قمنا يعني بالحصول على السكين، راح اقوم يا جماعه الخير حاليا بالاتصال على نزار وراح نشوف يا اصدقاء رده فعله. اوكي يا جماعه يلا خلينا نشوف يا جماعه. يا اخي ليش هذه مو واضحه؟ يا نزار الو ايش في يا اخي نزار؟ ايش في هذه؟ الحمد لله اخي ديالي. المهم دخلتي الكونت ولا باقي؟ الكود ديال السجين. هاي دا اني يا خي ديالي هذاك على حساب شنو اسمه الجلوبال. الله يعزك خي. بصحتك خي ديالي ان شاء الله. يلا الله يعزك خي ديالي. المهم انت تدوس فيديو اللي ماجي ان شاء الله خي. الو يا جماعه الخير الان يا شباب دخلنا لحساب اس بي كي يا جماعه، واللي لازم يكون الاول ولا الثاني بالجلوبال يا جماعه يا اخي 14000 سكور يا جماعه. اوكي يا اصدقاء وملاحظه والله يا اصدقاء يستاهل لانه ما يشحن، فكما تلاحظون يعني اخونا شوفوا يا جماعه خلينا نشوف الكاد دي تبع الرانكينج يا جماعه. شوف 10.82 يا اخي والله العظيم رهيب، والهيتشو 63 يا اصدقاء. فلما تكون تلعب سكور يعني دائما تلعب على البويا وعلى البقاء وعلى الاستكشاف، معدل القتل والموت او الكارد تبعك راح يرتفع اكثر من الاعتياد. يعني لو كان حاليا يلعب كيل وبالنسبه لهذا الكيلات راح يكون هيك عنده 5 بالكارد دي او 4.5، ما راح توصل لهذا العدد. بس لما تكون هيك تلعب كثير سكور يعني تضل للنهايه راح يرتفع عندك الكارد دي بشكل رهيب يا مدير. اوكي يا جماعه بدون ما اطول عليكم حاليا يا اصدقاء راح نروح عشان نقوم بتشغيل الكود يا جماعه. فخليني يا شباب بدون ما نطول عليكم يا جماعه نروح ل يا اخي مو الكلان الاخبار ونروح يا جماعه الخير لتبديل السكيل. يلا هون يا جماعه الخير لازم نحط الكود، خلوني يا جماعه الخير بس اروح اجيب الكود وارجع. اوكي شباب رحت يا جماعه الخير وجبت الكود، فراح نحط يا جماعه الخير هون الكود نحط له لست كما تلاحظون ونحط تاكيد. يلا اوكي تهانينا هنا الاستبدال ناجح يا جماعه كما تلاحظون، سيتم الحصول على المكافاه خلال 30 دقيقه. اوكي يا جماعه راح نروح حاليا ل فري فاير. فين فري فاير؟ يلا خلينا نشوف لساته ما راح يوصل حاليا، بس راح نسوي يا جماعه الخير تسجيل الدخول تسجيل الخروج عفوا، وبعد تسجيل الدخول راح نلاقي يا جماعه الخير الكود او السكين حصلنا عليه يا جماعه. فخلينا نشوف يلا، وبعدها يا جماعه الخير راح نشوف رده فعل اس بي كا او صابيره يا جماعه، ونشوف يا اصدقاء كيف راح تكون رده فعله. جاز يا مو الجاز السجين يا جماعه. يلا اوكي نايس يا اصدقاء، اعطوني يا جماعه الخير افكار للفيديوهات القادمه ارجوكم، لانه ما ابغى اتوقف هذه الفتره راح يكون فيديو يوميا كل يوم فيديو جديد يا جماعه. وصراحة الصعوبة كلها تكون بالمونتاج يا جماعة، والله أصعب شيء هو المونتاج. الحصول نحط فتح يا جماعة، والله رهيب. أوكي نشيل هذا الثلاثة. يلا تزويد سريع. أو ماي جاد يا أخي يلعب دايما بشخصية سبرنت هذا، وشوف حتى مو كيل
المطوره كيلي العاديه، خلينا نغير له الشخصيه. تغيير، راح نقلع يا وليد جي بي ار. ايه ولد الشو، ايه ولد الشو. اوكي فين السجين؟ الحذاء الابيض. فين نظارات الوك؟ ما عنده، ما عندوش سكين الوك. اوكي نخلي له هذه. اخوني يا جماعه ما يشحن، ما عنده سكنات كثير والله العظيم. يلا واو رهيب يا مدير. الان يا جماعه الخير راح نروح راح نشوف حاليا رده فعل تبع اسبيكا ونشوف يا جماعه الخير شو راح يقول. اوكي يلا يلا خلينا نشوف اسبيكا الان يا جماعه. السلام عليكم يا خويا. وعليكم السلام. فين؟ ارفع صوتك خلينا نسمعك. سبيكا، البارحة سويت لك مفاجأة في حسابك، دخلت لحسابك؟ اي دخلت ولقيت الباقة تجي ما فهمتش. والله سكين السجين. ايوه ايوه المهم والله تستاهل لانك الحساب للجلوبال، هدية للجلوبال. احلى سكين يا اخويا. عادي والله تستاهل. يلا الله يكرمك. اوكي ان شاء الله راح تظهر معي في المقطع القادم. الله يلا يلا باي. يلا لايك لايك يا جماعه قلكم يشوف. الو شباب يا جماعه الخير، وصلنا لنهايه المقطع. اذا عجبكم المقطع تحطون لايك وشارك في قناتي اسطوره اذا اول مره تشوف هذه القناه. الو يا جماعه الخير ان شاء الله راح نرجع كما قلت لكم عوده قويه يا جماعه مثل هيك. الله وشوف هيك يا مدير. يلا كل اللي احتاج منكم انكم تسووا لنا مشاركه للمقطع وتعليق محفز ان شاء الله يا جماعه عشان نرجع ودعواتكم لهذه الشباب. يلا بيكس.